السلام عليكم. محاضرة Human Anatomy, The Face. The skin of the face possesses numerous sweat and sebaceous glands. إذن أول نقطة هنا لازم نعرفها بالسكن مال الفيس اللي هو تقريبا همينة يعني يشبه السكن مال السكالب باحتواء على numerous sweat and sebaceous glands. Sweat اللي هي خلايا التعرق وsebaceous glands اللي هي الخلايا الدهنية. السكن connected للunderlying bone, يعني السكن يرتبط بالعظم اللي جوا عن طريق loose connective tissue, مثل ما مكتوبة هنا loose connective tissue. Skin is connected to the underlying bones by loose connective tissue, in which the muscles of the facial expression are embedded. بداخل هذا loose connective tissue العضلات مال facial expression are embedded, يعني تكون موجودة أو شلون تكون مثلا مزروعة بداخل هذا loose connective tissue. وآخر ملاحظة اللي هي تقول هنا there is no deep fascia in the face, باعتبار أنه العضلات مال الفيس هي skeletal muscle وأغلبية skeletal muscles عندها deep fascia, بس الاستثناء أنه بالفيس ماكو deep fascia. الملاحظة الثانية الرينكل لاينز اللي هي التجاعيد اللي تصير بالفيس. Wrinkle lines here result from repeated folding of the skin by the underlying contracting muscles. The muscles of facial expression اللي موجودة بالface نتيجة استعمالها الدائم, نتيجة repeated contraction التقلصات اللي يصير بيها نتيجة استعمالها, الجلد يصير بيه folds اللي يصير بيها مثل الطيات, فيصير على شكل خطوط تجاعيد wrinkle lines. طبعا تضاف إلها التقدم بالعمر وفقدان اليوثفول سكن إلاستيسيتي, الجلد كل ما تتقدم بالعمر كل ما يفقد الإلاستيسيتي مالته, وياها الأندرلاينج كونتراكتنج ماسلز تبدي صار عند الإنسان رينكل لاينز. لهذا السبب السيرجيكال سكارز إذا فرضنا إنه رادة تصير في عملية جراحية بالوجه أو مثلا صارت إصابة بالوجه, إذا الإصابة أو العملية horizontal أو following the wrinkle lines, فالسكار يكون less noticeable, السكار يكون يعني ما يبين بطريقة واضحة. يعني لو فرضنا إنه هذا الفيس مال الإنسان وهذني هن wrinkle lines, إذا السيرجيكال wound صار هنا مثلا horizontal ويا wrinkle lines, فالسكار راح يكون less noticeable ما يبين بطريقة واضحة. أما إذا لا صار perpendicular أو vertical لل wrinkle lines, لا ذاك الوقت يبين بطريقة واضحة جدا. Muscles of the face أو ما تعرف بالmuscles of facial expression. نرجع نعيد هاي المعلومة مرة ثانية إنه muscles مال face هي عبارة عن skeletal muscles embedded in the superficial fascia اللي هي نفسها loose connective tissue, أو تقدر تسميها أيضا همين superficial fascia of the face. Most of the muscles arise from the bones of the skull and all are inserted into the skin. إذن من ناحية الأوريجين والإنسرشن بالنسبة للعضلات مال الفيس, الأوريجين فهو من السكال بون والإنسرشن into the skin باعتبار أنه العضلات هي دا تريد تسوي اكسبريشن تريد الشدة للجلد, فلازم الإنسرشن يكون into the skin. Orifices of the face يعني الفتحات الموجودة بالوجه شن هي؟ هن ثلاثة وموجودة بكل صفحة باليمين وباليسار. الأوربت اللي هي فتحة العين, النوز اللي هي فتحة الأنف, والماوث اللي هي فتحة الفم. وهذني الفتحات guarded by محمية, الأوربت محمي بالأيلدز اللي هي الجفون, والنوز محمي بالنوسترلز اللي هي أرنبة الأنف, والماوث محمي باللبس.
اللي هن الشفايف eyelids, nostrils and lips respectively. البرايمري فانكشن لهذا السبب البرايمري فانكشن مال الفيشال ماسلز هي to serve as sphincters or dilators of these structures. ايش يقصد بthese structures؟ يقصد انه هذني الاشياء اللي تحمي هذني الفتحات اللي هي الايليدز النوسترلز والليبس. فالبرايمري فانكشن مال الفيشال ماسلز انه تعمل ك عضلات قابضه او عضلات موسعه لهذني الستراكشرز لهذني الايليدز للنوسترلز لللبس. فانت مثلا من تريد تفتح جفونك الفيشال ماسلز راح تتحرك، من تريد تفتح حلقك الفيشال ماسلز راح تتحرك، وهكذا. تضاف لها سكندري فانكشن. هسه البرايمري فانكشن مالتها، هاي البرايمري فانكشن مالتها انه سفنكترز or dilators. تضاف لها secondary function اللي هي as a result of the primary function انه يسوي modification للexpression of the face. يعني انت من يعني تفتح جفونك شكلك راح يتغير، من تفتح حلقك شكلك راح يتغير، وهكذا. فلهذا السبب نتيجة primary function راح تصير secondary function اللي هي modification of the facial expression. كل عضلات الوجه all the muscles of the face are developed from the second pharyngeal arch. هذا المفروض ناخذه بالامبريولوجي. second pharyngeal arch تطلع من عنده المسلز of the facial expression. وكل المسلز مال facial expression supplied by facial nerve. باعتبار انه عضلات الوجه هي skeletal muscles، فالموتور نيرف اللي يجهزها اللي يخليها تتحرك هو الفيشال نيرف. عضلات الوجه تتقسم الى ثلاثة: muscles of the eyelids عضلات الجفون، muscles of the nostrils عضلات الانف، و muscles of the lips and cheeks. المسلز اوف ذا طبعا هن ثلاثة راح يتقسمون بهاي الطريقة، يقسموهن إلى اثنين: سفنكتر مسل ودايليتر مسل، عضلات قابضة وعضلات موسعة. بالنسبة للايلدز السفنكتر مسلز مالته هي الاوربيكولاريس اوكيولاي. اوربيكولاريس اوكيولاي اللي هي هاي العضلة الدائرية. هاي سفنكتر مصل يعني تسده للجفن، بينما الدايليتر مصلز هن اثنين: ليفيتر بالبابري سوبريوريس والأوكسيبيتو فرونتاليس، عضلتين حتى تفتح الجفن. الأوكسيبيتو فرونتاليس اللي هي هاي والليفيتر بالبابري سوبريوريس اللي هي هاي العضلة الصغيرونة، هاي الفرونتاليس بيلي of the occipital frontalis. إذن هذين العضلات مال الايلتس، السفنكتر هي الاوربيكولاريس اوكيلاي، والدايليتر هي الفرونتاليس الاوكسيبيتو فرونتاليس، والليفيتر بالبابري سوبريوريس. بالنسبة للمسلز of the nostrils هم يعني مثل ما قلنا راح تتقسم إلى sphincter muscles و dilator muscles. السفنكتر مسل هي الكمبريسر نيرس، كمبريسر نيرس اللي هي هاي العضلة هنا بالصورة مسميها نيزالس. والدايليتر مسل ايش راح يكون اسمها؟ شيء أكيد دايليتر نيرس اللي هي هاي العضلة اللي تتحكم بالأرنبة مع الأنف. إذا صار عندنا اثنين: سفنكتر كومبرسر نيرس والدايليتر دايليتر نيرس.
muscles of the cheek and lips أو muscles of lips and cheek. أول شيء نبدأ بها muscles of the lips. همين راح نقسمها إلى sphincter muscles مثل هاي sphincter muscles و dilator muscles. السفنكتر muscles وحدة فقط عندنا orbicularis oris اللي هي هاي العضلة الدائرية orbicularis oris. origin insertion أول شيء لازم نعرف إنه الفايبرز مالتها encircle هاي العضلة الفايبرز مالتها encircle the oral orifice within the substance of the lips. يعني هي العضلة موجودة بداخل اللبس. encircle the oral orifice within the substance of the lips. لهذا السبب هذا يعطينا indication انه شنو انه الانسيرشن مالتها باللبس. the fibers encircle the oral orifice within the substance of the lips. Some of the fibers arise near the midline from the maxilla. إذن the origin, maxillary bone, above. Some of the fibers arise near the midline from the maxilla above and mandible below. جزء من الفايبرز مال هاي العضلة ينبع من المكزيلاري بون وجزء من عندها ينبع من الماندبل. Other fibers arise from the deep surface of the skin and pass obliquely to the mucous membrane lining the inner surface of the lips. وأكو جزء آخر من الفايبرز مال هاي العضلة ينبع from the deep skin. From the deep surface of the skin and pass obliquely بشكل مائل to the mucous membrane lining the inner surface of the lips. مثل ما قلنا انه الانسرشن مالتها الى داخل اللبس. وهواية many of the fibers of the orbicularis oris are derived from the buccinator muscles. البكسينيتر muscles اللي هي muscles of the cheek. هي عضلة واحدة فقط بالcheek اسمها buccinator muscle اللي هي هاي. هاي عضلة صغيرة هنا بس راح نشوفها همينة بغير صورة. Why من الفايبرز مال orbicularis oris derived from the buccinator muscles. Dilator muscles of the lips. Dilator muscles of the lips radiate out from the lips. يعني كأنما تطلع من اللبس مثل أشعة الشمس. افرضنا انه هي هاي اللبس. إذن العضلات هالشكل radiate out. Dilator muscles radiate out from the lips and their action is to separate the lips. إذا هسه احنا صار عندنا عضلة واحدة فقط اللي هي الاوربيكولاريس اوريس هي الوحيدة اللي تسوي تشتغل شغل السفنكتر لللبس بينما عندنا تقريبا 9 عضلات in order to separate the lips. طبعا ويا هاي العضلات the movement This movement is usually accompanied by the separation of the jaws. يعني لازم الفكوك تتحرك ويا هذين العضلات. الفك الأسفل عادة هو ينزل على مود حتى هاي العضلات تتحرك على مود حتى تنفتح اللبس. The muscles arise from the bones and fascia around the oral aperture. and converge to be inserted into the substance of the lips. إذن الأوريجن مال هاي العضلات هي من البونز الداير مداير
الـ oral orifice وكلها converge to be inserted into the substance of the lips. عندنا 9 عضلات. أول وحدة هي الليفيتر لابياي سوبريوريس إليكوينيزاي اللي هي هاي واللي تمشي بمحاذاة الأنف. ليفيتر لابياي إليكوي سوبريوريس. الثانية طبعا احنا دا نمشي بطريقة من الميدلاين بالاتجاه outward. فأول شيء ليفيتر لابياي سوبريوريس إليكوينيزاي. الثانية هي ليفيتر لابياي سوبريوريس، بس حذفنا هذا الاسم فصارت عندنا ليفيتر لابياي سوبريوريس اللي هي هاي، هي هاي العضلة. ليفيتر لابياي سوبريوريس، سوبريوريس معناتها superior to the lip، فهي فوق اللب، والليفيتر معناتها انه ترفعها للعضلة. ليفيتر لابياي سوبريوريس. وراها تجي عندنا اثنين زايغوماتيكاس، زايغوماتيكاس ماينر وزايغوماتيكاس ميجر. هاي الماينر وهاي الميجر. وراها تجي عندنا عضلة اسمها ليفيتر انجولي اورس اللي هي صايرة جوا هذني العضلات. هنا الليفيتر انجولي اورس، هنا مكانها جوا هذني العضلات. عندنا اثنين قلنا زايغوماتيكاس ماينر وزايغوماتيكاس ميجر وليفيتر انجولي اورس ديب تو ذا زايغوماتيك مسل. تجي وراها ايش عندنا؟ عندنا هاي الرايسوريس اللي هي هاي العضلة. وراها تجي عندنا ديبريسر انجولي اورس. ديبريسر انجولي اورس، انجولي هي الانجل اوف ذا ماوث واورس هو الماوث، فديبريسر انجولي اورس اللي هي ذا ديبريسر مسل of the angle of the mouth. باللاتيني يصير depressor anguli oris. ايش تجي عندنا بعد وراها؟ depressor labii inferioris. labii inferioris يعني inferior to the lip. هاي اللب inferior to the lip. وشنو وظيفتها؟ تسوي depression. depressor labii inferioris. هذيك كانت levator labii superioris superior to the lip. the levator muscle superior to the lip. هاي the depressor muscle inferior to the lip. levator labii superioris و depressor labii inferioris. واخر شيء عندنا المنتاليس اللي هي هاي منتاليس. طبعا هذني كلهن التجهيز العصبي مالتهن هو عن طريق الفاشل نيرف باكل اند مانديبل برانشز اوف ذا فاشل نيرف. muscles of the cheek مثل ما قلنا انه التشيك ما بيغير بس عضله واحده اللي هي الباكسينيتر. الباكسينيتر اللي هي هاي العضله vaccinator muscle. الباكسينيتر مسل الاوريجين مالتها from the outer surface of the alveolar margins of the maxilla and mandible. هذا هو الالفيولار مارجن مال المكزيلا وهذا مال المندبل، فمن هنا الاوريجين مالتها. opposite to the molar teeth and from the pterygomandibular ligament. هذا هو pterygomandibular ligament
وهاي مثل ما قلنا الأورجن مالتها منا من المجزلة منا من الماندبل من التريجو ماندبلر ليجامنت أو ريفي. وهاي الباكسينيتر مصل. الانسيرشن مالتها المسل فايبرز باس فورورد فورمينج ذا مسل لاير اوف ذا تشيك. هاي الفايبرز مالتها تتجه الشكل فورورد حتى تكون لنا المسل مال التشيك. The muscle is pierced. The muscle is pierced by the parotid duct. اللي هي واضحة هنا بالصورة. هاي الباروتيد داكت. باروتيد داكت. The muscle is pierced by the parotid duct. At the angle of the mouth, the central fibers decussate. لمن توصل العضلة للانجل of the mouth. هاي الباكسينيتر مصل. هاي الفايبرز مالتها تتجه بهالاتجاه. من توصل للانجل اوف ذا ماوث الفايبرز اللي فوق اللي لي فوق فروم اباف ينزلن لي جوا للور ليب، والفايبرز فروم بيلو يصعدن لي فوق للابر ليب، فيسموها ديكاسيت انه تتقاطع. هاي العضلة وهذين اللبس. الفايبرز اللي تجي من جوا تصعد لل upper lip، والفايبرز اللي تجي من فوق تنزل لل lower lip مثل ما مكتوب هنا. At the angle of the mouth the central fibers decussate. Those from below entering the upper lip and those from above entering the lower lip. لهذا السبب الباكسينيتر muscle blends and forms part of the orbicularis oris muscle.